رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي أكد اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني، لافتا إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات، واللي بتشهد جهود كبيرة في هذه المرحلة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره. الكلام ده جه خلال استقبال وزير الطيران المدني محمد منار، والذي أوضح أنه تم إنجاز نحو 90% من مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي، واللي من المقرر ببدء التشغيل منتصف يوليو اللي جاي، لافتا إلى أن التطوير يستهدف أنه يكون مطار عالمي مجهز بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية.